الو الو، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حضرتك سني ولا شيعي؟ سلام، كيفك شيخ وليد؟ حضرتك سني ولا شيعي؟ شيعي شيعي. طب اتفضل. لماذا علي بن ابي طالب لم يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم الكتاب حتى يكتب؟ يا ولد قبل هذا، يا وليد، يا شيخ وليد، قبل هذا اني مرة اتصلت عليك وجبت لك حديث عن علي بن ابي طالب في ذيل هذه الايه: بسم الله الرحمن الرحيم، فان مات او قتل انقلبت على اعقابكم. قلت لي جيب لي رجال الحديث، فانا جبتهم واريد تعليق عن هذا الحديث. قال: والله اني لاخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني؟ الحديث عن إبراهيم بن ناصر، عن عمر بن حماد الغلات، عن إسقاط بن ناصر، عن سماك بن حرب بن أوس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله تعالى، والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت، والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني؟ طيب هذا ايوه الحديث أنا ماشي. أعلم هو علي بن وأتأكد. ابي طالب بيقول انا وارث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه القصه نعم، يعني؟ هو كذب علي بن أو ابي صدق. طالب، اسمعني بس، اسمعني، علي بن ابي طالب بيتكلم عن غزوه احد وما حدث في غزوه احد، ماشي؟ ايه جاب غزوه احد الى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا نفسي افهمها شلون يعني. طيب هذا الكلام جاري، قال: وإن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. طيب هذه لأقاتلن، معلش شوية، هو بيقول لأقاتلن على ما قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح طيب يعني صحيح معناه إنها في غزوة صحيح أحد. إيه بقى إيش لون جاب صحيح غزوة أحد لبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره؟ صحيح. الآن نتوجه على ما بقى من الحديث. الآن قال: والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني؟ وولي من؟ الظاهر معلش من هذا معلش، الكلام وولي من؟ أنه هو بيقول أقسم أنه ووليه، يا أخوه باشا يا ووليه. باشا، ووليه أي ولي النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح، تمام. وما قال أنه ولي طب ما خالد أنا بن وليد. يا ابني زياد ابني ولي، والله العظيم. أي والله طيب ابعد عن الولي، نحن يا ابني نتكلم عن افهم، الولي. يا ابني ما افهم، معنى يا كلمة ابني وارثة؟ يا ابني افهمه، ما معنى يا ابني كلمة افهمه، وارثة؟ يا ابني افهمه. روح بص يا حبيبي، روح لمدرس لغة عربية قول له: لو سمحت يا انكل، يا كانكل، لو سمحت يا انكل، علمني يعني ايه الحديث ده عربيا حتى باللغة العربية. يا ابني امشي، قفلت عليه. مش ناقصه بصراحة، يعني انا مش عارف بصراحة بيفهموا منين، والله العظيم.